كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. النهاردة هنتكلم عن التغذية في رمضان وازاي رمضان بتاعي يكون صحي. هنتكلم عن ناكل ايه على الفطار، على السحور، نتصرف ازاي في العزومات، ولو حد زي حامل وقررت ان هي تصوم هتاكل ايه وتزود ايه عن الطبيعي بتاعها علشان ما تتعبش. نبدأ بالسحور. السحور يعتبر اهم وجبة، لان وانا صايم عندي 3 تحديات: الجوع والعطش والتركيز. هناخد حاجة ازاي اتحكم في العطش. اهم حاجة على السحور ان انا اخد حاجة غنية بالبوتاسيوم زي الموز والتمر واللبن والفستق، المشمش المجفف، كل دي حاجات غنية بالبوتاسيوم بتحفظ الماء في جسمي، فبالتالي بتخليني ما اعطش بسرعة خلال النهار. تاني حاجة، ما اشربش على السحور حاجة فيها كافيين، قهوة بكل انواعها، لان الكافيين مضر للبول، فبالتالي بيخلي جسمي يفقد مية، ودي حاجة اكيد احنا مش عايزينها في الصيام. تالت حاجة، اركز جدا ان الوجبة بتاعت السحور ما يكونش فيها ولا ملح كتير ولا بهارات كتيرة علشان ما تعطشنيش تاني يوم. واهم حاجة ان انا اشرب مية واخد سوائل ما بين المغرب لحد الفجر على مدار الوقت اللي انا فاطر فيه، مش اجي الساعة اللي قبل الفجر على طول واشرب مية كتير. في ناس كتير بتنسى تشرب مية، في ابليكيشنز على الموبايل كتير ممكن تساعدني زي اكوا ريمايندر او غيرها، خلي الموبايل بيرن كل مثلا ساعة ساعة ونص معاد نشرب مية، فبالتالي بنخلي جسمنا هيدريتد طول الليل وما تعبش تاني يوم في الصيام. طيب لو انا دلوقتي ما شربتش ميه كفايه وحصل لي جفاف خلال النهار او دي هايدريشن، هيأثر معايا في حاجتين. اول حاجه ممكن يسبب لي صداع على مدار النهار، تاني حاجه ممكن يسبب امساك لو انت مش بتشرب سوائل كتير. فعشان اتفادى الصداع والامساك خلي دايما جسمك فيه ميه خلال الليل كله. تاني حاجه بعد اتكلمنا عن العطش، الجوع. اهم حاجه ان احنا نمد جسمنا بحاجه تخليه على مدار اليوم مش شبعان بس ما تبقاش جعان قوي. نعمل كده ازاي؟ اهم حاجه ناخد في وجبه السحور نشويات مركبه او الكومبلكس كاربوهيدراتس، اللي هي زي الشوفان والبطاطس والبطاطا، الفول، اي حاجه من الحاجات اللي فيها نشويات مركبه. ليه؟ لان دي بتاخد مده طويله جدا على ما تتكسر 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 لحد ما تبقى سيمبل شوجرز، ساعتها بس ابدا احس بجوع. بس طول ما انا جسمي شغال في هضم النشويات المركبه دي انا حاسس بامتلاء ومش جعان. تاني حاجه بحط مع الكاربس دي هاخد حاجه فيها بروتين. انا دايما بنصح بالجبنه القريش لان البروتين بتاعها بطيء الامتصاص، فبيقعد خلال النهار جسمي يمتص فيها. كل ده انا عمري ما احس بجوع. ممكن اخد بروتين من مصادر تانية، من البيض او من مصادر حيوانيه او مصادر نباتيه زي المشرومز والبروكلي والحاجات دي. طبعا البقوليات كلها معانا، بس لو حد عنده مشكله في القولون بنقول له يقشر الفول او يجيبه متقشر علشان ما يحصلوش مشاكل في القولون ويقدر يكمل صيام. تالت حاجه، احنا كده جوع وعطش، التركيز. التركيز اهم حاجه ان انا اخد على السحور حاجه فيها زيوت صحيه زي زيت الزيتون، زي اللوز، المكسرات بانواعها، بس اخلي بالي من الكميات علشان ما اعلاش بالسعرات الحراريه بتاعتها، فبالتالي وزني يتاثر. ده كده بالنسبه للسحور واهم حاجات فيه. بعد كده بدخل على الفطار. اكل ايه على الفطار؟ اهم حاجه ان انا ابدا الفطار بتاعي بتمر، لان السكر بتاعه سريع الامتصاص. سريع الامتصاص ده بيعمل ايه؟ بيهيئ جسمي ان هو يستقبل الاكل والحاجات التانيه اللي انا هاكلها من غير ما اخد جسمي مره واحده او ارفع نسبه الانسولين فيه مره واحده، فبالتالي جسمي يبدا يشتكي مني. فببدا بالتمر وبعدين اشرب ميه كوبايه مثلا مش كتير، ويفضل ان انا اخد بريك بعدها. علميا المعده بتاخد 20 دقيقه على ما تقول المخ ان انا شبعت. لو انا اول ما خلصت بدات اكل على طول، انا هاكل كميه كبيره جدا اكتر من اللي انا كنت عايزه اكلها في خلال ال 20 دقيقه دي، وفي نفس الوقت الانسولين هيعلى قوي وجسمي هيبدا يتعب معايا. فبعمل ايه؟ باخد بريك بعد التمر والميه، اصلي او اقعد 5 دقائق ما اكلش فيهم، وبعدين ابدا اكل. لما ببدا اكل ببدا بشوربه خفيفه الاول عشان برضو امهد المعده بتاعتي. الشوربه طبعا ما بيبقاش فيها كريمه ولا تكون معموله بمرقه صناعي، لان احنا في الاخر عايزين يكون الطريقه صحيه، مش بس ان السعرات بتاعتها معقوله. بعد التمر والميه والشوربه ببدا اكل الاكل بتاعي. دايما بنقول بلايت سمارت، يعني ايه؟ يعني ما ابداش لو انا في عزومه في عندي انواع اكل كتير، في منها الصحي وفي منها اللي مش صحي، ما ابداش على طول بالنجريسكو او المسقعه او الحاجات اللي هي تقيله شويه. ببدا بالسلطه والبروتين المشوي علشان باي ذا تايم على ما اجي اكل الحاجات التانيه اللي انا ما كنتش عايزه اكل منها كتير هبقى تقريبا شبعت، فاكل منها كميات صغيره. انما انا لو بدات بالحاجات الدسمه او الحاجات التقيله اللي انا مش عايزها هاكل منها كميه اكتر من احتياجي. طبعا بنقول ان في العزومات في سوشيال بريشر، في لازم نعزم ولازم ناكل، فبنحكم في الموضوع ده ازاي؟ ان احنا بنشبع الاول بالحاجات الصحيه، فبالتالي ما بيبقاش في مساحه كبيره قوي ان انا اكل الحاجات التانية، فانا عرفت اعمل ليميتيشن بكميه الاكل اللي داخله جسمي. اهم حاجه ان انا بعد الاكل على طول ما احليش، يعني لو
طبعا مش كل يوم، بس لو في يوم في عزومه هاكل كنافه او قطايف او اي حاجه من اي حاجه من الحلويات دي، اهم حاجه ما تكونش بعد الفطار مباشره، استنى على الاقل ساعتين. يعني لو احنا بنفطر الساعه 7 مثلا او 8، لا 7، يبقى احنا على الساعه 9 او 10 ممكن ناخد الحلو بتاعنا، وبرده تكون كميات محدوده، ويفضل في يوم يكون فيه تمرين او عملنا حركه معقوله علشان الجسم يحرقها. اخر حاجه الحوامل اللي الدكتور قال لهم نصيحتهم تسمح ان هم يصوموا، اهم حاجه الهايدريشن، نفضل نشرب سوائل من المغرب لحد السحور، دي اهم حاجه في الدنيا. بناخد طبعا كالسيوم وفيتامينز، باخد الفيتامينز بتاعتي على السحور مع قبل ما ابدا الصيام بتاعي، وباخد الحديد مع الفطار، لان احنا عارفين بنفصل الكالسيوم عن الحديد عشان امتصاصهم، فباخد الحديد على الفطار مع الوجبه اللي فيها البروتين الحيواني عشان ازود امتصاصه، وباخد الكالسيوم على السحور مع منتجات الالبان والحاجات الغنيه بالكالسيوم. اهم حاجه الهايدريشن. عدد الكالوريز للحامل بتزيد 300 او 400 كالوري بالكتير عن اللي مش حامل، فما قلتش حكايه بقى انا باكل شخصين وان انا رمضان الدنيا مفتوحه، لا رمضان برده ليميتد، باكل احتياجي. لازم اعمل تشيك ليست ان انا غطيت كل الفيتامينز والمينرالز وكل الحاجات اللي انا جسمي محتاجها علشان ما اتعبش تاني يوم في الصيام. اخر حاجه بنقول ان الصيام صحه، والصيام ورمضان احسن وقت ان احنا نغير فيه الهابتس بتاعتنا اللي احنا عايزين نغيرها. ليه؟ لان احنا بنقعد نعمل نفس الحاجه دي لمده 30 يوم، فانا خلاص بكون اتعودت عليها، وباجي بعد رمضان اعملها من غير ما اتعب فيها خالص. نقول كمان من اهم الحاجات ان انا يكون عندي سبورت سيستم، حد من صحابي او حد من عيلتي يكون بيحاول يشجعني، زي ما احنا بنشجع بعض على الصلاه وننزل التراويح مع بعض، يكون حد بيشجعني ان احنا ناكل هيلثي مع بعض او ننزل نتمرن مع بعض. اخر حاجه ان احنا نعمل ليميتيشن للحاجات اللي احنا مش عايزين نحطها في حياتنا. زي انا مثلا من يوم ما اتجوزت عمري ما اشتريت زيت بتاع قلي، لان انا عارفه ان انا لو عندي زيت قلي في البيت شانسز اني اقلي حاجات كتيره، بس طول ما انا ما عنديش زيت للقلي في البيت عمري ما هفكر اكل ولا قطايف ولا اي حاجه من دي غير مره في عزومه، مره في خوجه، فبالتالي عملت لنفسي ليميتيشن لحاجه انا فعلا بحبها. يعني مثلا انا عايزه اخس، هقلل الكالوريز اللي باخدها في اليوم، وفي نفس الوقت هتمرن قبل او بعد الفطار، وكل واحد بالتالي بالورقه والقلم يكتب هو عايز يعمل ايه ويفكر ازاي هيوصل لها، ومش صعب جدا في رمضان ان انا اغير. شكرا وكل سنه وانتم طيبين.